يطلعها على طول امام عاشور، امام عاشور يلم كورته، يا ولد يا لعيب. طبعا جمهور الاهلي، وادي كهربا ومره ثانيه كهربا، وهوبا وتسديده ونقله والثانيه وعمرو السوليه وتسديده تضرب وتطلع وتبقى ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين. استاذ حسن، امام عاشور كل ما يستلم الكوره جمهور الاهلي هيهيص. عشان اولا حريف بيتصرف بالكوره بشكل كويس جدا. الحقيقه برضو في الدقايق اللي فاتت دي الاهلي مر على 18 بتاعه الزمالك، وده سيطره او مبادره للسيطره مبادرة. بوقت بدري يعني. خلينا نضيف برضو امام عاشور بيهيصوا له، ودي واحده انطلاقه من ناحيه مين، خطير 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 خطير، اوبا يا ولد يا ولد يا ولد، تسديده حلوه 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 من زيزو، وتألق. والحقيقه شوبير بيقدم مستوى رائع رائع، مصطفى شوبير ولا يهاب اطلاقا هذه المواقف الصعبه، دخل حلو قوي زيزو، احتفظ بكورته وبشماله لكن حط ايده الشمال. برافو يا زيزو، برافو يا مصطفى يا شوبير، ايده الشمال بكفه حطها وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. اول فرصه في الماتش، اول فرصه في المباراه لكلا الفريقين بالظبط، اول تسديده زيزو، ودي خمسة أبيض داخل المنطقة مقابل كل تيم النادي الأهلي التسعة موجودين تحتهم. وادي العرضية الصغيرة لشلبي، شلبي 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 شلبي، عرضية ما اتظبطتش حلو وما اتنفذتش الجملة حلو، وكان ممكن تبقى أفضل من كده بكتير. رامي التماس لنادي الزمالك بيقول له ارجع لورا ولا إيه؟ دارونكو دارونكو يا جماعة، حسبها لنادي الزمالك، يبقى لعبها من على الخط. لا، رامي التماس بيعمل تشيك على فكره، او بيعمل تشيك، بيعمل تشيكينج بوسيبل بينالتي. يا نهار ابيض، طب ورينا يا سيدي مره ثانيه ايه اللي حصل هناك، ورينا كده ايده. لا من بره، لا لا لا، دي جت في ظهره، جت في ظهره وارتدت. لما تيجي في الجسم وترتد ما بتبقاش بينالتي. هنشوف، يا ريت لو نشوفها مره تانية نطمن الجماهير. اللمه اللي حوالين الحكم دي، الايفاب او الاتحاد الدولي، ايوه بيحاول، أيوة، يعمل زون عشان المسار ده ما يتكررش في ملاعب الكره تاني. هضيف لك حاجه في القانون الجديد، الكابتن بس بالظبط هو اللي مسموح له بالحوار بالظبط. انا شايف ان دي في ظهره وارتدت في ايده، انا شايف ان لا تحتسب اطلاقا. مش بقول ده عشان اهلي او زمالك، عشان الناس اللي تسمعني. طبعا انا شايفها هي من بره يمكن، لكن متهيألي لا، يعني هي حتى لو من جوه هي ضربت في ظهره وراحت على ظهر ايده. مساله التحكيم دي صعبه قوي الحقيقه. لا انا ادي لك فتوى، انا ادي لك فتوى، انا مغمض. الحكم الله يكون في عونه، اي حكم يعني. طبعا طبعا، بس دي لما تشوفها تاني دلوقتي ضربت في جسمه وارتدت على ايده. بص يا كابتن، الحكم هو الوحيد اللي من دوست الملايين ما يقولش ادوني فرصه افكر. لا انا قلت لحضرتك ما ينفعش، خد مني. طيب خد مني، خد مني. هنا لوحده خالص زي ما حضراتكم شايفين. برضه فلسفه، برضه فلسفه، برضه فلسفه يا رامي. شوبير بيرفع له ايده بيقول انا قدامك. الفلسفه في المناطق الدفاعيه غير مطلوبه على الاطلاق، على الاطلاق. جماهير الزمالك وجماهير الاهلي يا جماعه في المدرجات عاملين حاله وملحمه، نفسنا نشوف هذا الانعكاس على ارضيه الملعب. رامي التماس، احمد فتوح من ناحيه الشمال ياخدها مره ثانيه، فتوح يلم كورته عايز يرقص، التسقيطه خطيره، وهوبا يا نهار ابيض، حلوه 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 حلوه. اول كوره شكلها حلو على المرمى، اتعملت على مرتين بنقلتين، هنشوفها مره ثانيه. ادي النقله الاوليه وادي الثانيه، لكن ناصر ما كانش في المكان والدمان، وانطلق حلوة قوي 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 الحقيقه من الخلف الى قص اللمسه. ادي اللمسه، لكن هنا على طول محمد عبد المنعم. رامي ربيعه ترجع لرامي مره ثانيه، ماشي رامي ماشي، وعدى المره دي مظبوط، ماشي رامي. خطير 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 خطيره، كهربا كهربا كهربا، فاول بول وضربه حره مباشره، كان عايز يعدي كهربا بسرعته، لكن في طبعا زحمه دفاعيه في منطقه القمع دي كتيره جدا، لكن رامي مشي حلو قوي قوي. لا، تسلل 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 تسلل، ضربه حره غير مباشره، مفيش فاول ولا حاجه. طبعا تسلل 100%. كهربا لمسها ولا ما لمسهاش؟ لمسها، خلاص تبقى تسلل تسلل. رامي
في الاندفاع اللي فاتت ظبط كده وش رجله، لكن ما فيش حاجه. غريبه قوي انه ما حسبهاش تسلل، مش كده؟ لا ده حسبها ايه دي؟ حسبها فاول. فاول. عارف ليه؟ لانه الفاول قبل التسلل. عشان كده هو رجع رجع للعبه اللي كانت مع رامي. بالظبط، الفاول قبل التسلل. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، حسين الشحات، وادي كريم ندفد، وادي كهربا، وادي عبد المنعم، وادي التسقيطه العاليه. لا يا راجل يا راجل، بعد كل ده تلعب دي؟ بعد كل ده ناصر المغلوب على امره لوحده خالص في المنطقه. لكن ادي زيزو، ادي زيزو عايز يعدي، فاول. ضربه حره مباشره من احدى المناطق السريعه في الملعب من ناحيه اليمين على كريم ندفد. سليمة يا زيزو، سليمة، ما فيهاش حاجة. قوم، أدي زيزو أهو، وأدي كريم أهو، يعني هي زقة كده في كعب الرجل بس، مش مدس على كعب رجله، سليمة جدا جدا، ما فيهاش حاجة، هيقوم، ما فيهوش حاجة أبدا. ضربة حرة مباشرة، حبايبي حبايبي حبايبي، ربنا يديكوا الصحة يا رب. في حد يا زيزو بيتألم؟ بقول لك إن مؤلمة، لأن مشط رجله يعني تسبب في التواء في الأنكل. يا رب ان شاء الله ما تكون لهاش اي صله بوتر اكيلس. ان شاء الله يا رب طبعا، ان شاء الله مش هيكون لها اي صله بوتر اكيلس. المنطقه دي سخيفه جدا جدا في منطقه التلت الدفاعي للنادي الاهلي، عشان ما يطلعوش بالكوره بشكل سليم. لكن تتعمل المره دي جيده لمعلول. ماشي معلول، ماشي معلول، علي ماشي، علي ماشي، علي. ارضيه الشحات، تسقيطه حلوه، خطير، خطيره، وتسديده حلوه حلوه حلوه، تسديده روعه روعه من كريم ندفد. تقطعها مره ثانيه الفتوح من ناحيه الشمال، فتوح على وسط الملعب، مصطفى شلبي، جميله لاوباما، انطلاقه من اوباما، بيدور بيدور، ماشي اوباما على شماله، مصطفى شلبي، مصطفى وهاني، دخل لجوه، دخل لجوه، وعرضيه يا راجل. ناصر جات له كره حلوه قوي قوي قوي، اخذها من تحت لفوق. جوميز طبعا انا بيعجبني قوي في جوميز، هدوءه ووقاره الحقيقه، ما هوش من المدربين المنفعلين او اللي بيعمل حركات كتير الحقيقه، نفس وضع كولر، وبالتالي هو تقريبا غير موجود على ارض الملعب كمهاجم. لكن المشكله مش عنده، المشكله ان التمرير اليه قليل جدا، ان لم يكن نادر، ان لم يكن غير موجود. عبد الله، ادي التمريرات اللي هو عايزها، خطير 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 خطير، ولسه وهي وهوبا، يا نهار، تسلل تسلل، لكن مش حلو قوي. شفت التمريره بتاعت عبد الله اللي هي بقى عبد الله السعيد؟ عشان ايه؟ عشان الحركه. طبعا طبعا طبعا، بص الحركه ده طبعا تسلل فعلا، بس هو حاططها في مساحه جيده جدا جدا. انا احب التمريره اللي فيها جرأه ومغامره. صحيح صحيح. هنا طبعا مصطفى اخترق بشكل جيد جدا، ورقص محمد هاني ترقيصه حلوه، لكن الحطه ما كانتش منضبطه من نصر. اخطف مين الاسماء اللي بتكعب بتسخن؟ هنخطف دلوقتي. حسين الشحات، عمرو السولية عايز يشوط، يلم على شماله، ومره ثانيه تسلل. ده تسلل، ده تسلل، ده تسلل، الاثنين ورا بعض التسلل. ده تسلل شرعي ده يعني. لا، ونيوزا، نيوزا هناك البرازيليه رافعه 100 100. طبعا. ايه يا كولر، ده تسلل فعلا. ده تسلل، الاثنين تسلل. ادي الاولانيه، خلي بالك من الاولانيه اهي، ادي الاولانيه، ادي التسلل اهي، اهي الاثنين تسلل. ده وده الاثنين تسلل، ودي كمان تسلل. غريبة يعني، غريبة. حتى حسين ما حطهاش، اداها للمتسلل الثاني. طبعا. على وسط الملعب، نقلة من فتوح لمصطفى شلبي في الشمال، طلع له، حطها له، خطير خطير، عرضية عرضية معدية، الدنيا كلها منتهى الخطورة. أخطر هجمة في الشوط الثاني، وفتوح عمال ينادلهم، يعني الحاجات دي ما بتتكررش كتير. حطها حلوة جدا. أوي أوي، قوية وارتفاعها كويس. قاتل قاتل. حسام عبد المجيد بيقرب له دونجا، هيلعب طويل لان مفيش حاجه قدامه خالص. سيف الجزيري، سيف حط جسمه، تطول منه، خد عمرو السليه، تطول منه، تروح لناصر ماهر، يلمها ناصر. يا ولد يا ناصر، يا ولد يا ناصر، يا ولد يا ناصر، خطير 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 خطير. عايز يكملها، لكن تروح لشيكابالا في اليمين، طلع له عمر جابر، دخل هو لجوه، هيلعب العرضيه، خطير خطير. عايز يعمل باكورد في السكه، لكن مقطوعه لاحمد فتوح. هجمات الزمالك بقت خطيره جدا. شلبي 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 شلبي، خطير خطيره. وعبد الله ما
ما تليمش عليها، ما تليمش عليها. يسلمها لعبد الله، استلام ناحيه اليمين لعمر جابر، لعبد الله، خطير 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 خطير. يا نهار ابيض، عبد الله بدا ينجلي بعد توقف كده الشوط الاول او كساد في ادائه مع نهايه الشوط الاول وبدايات الشوط الثاني. حتى الان بدا يظهر في الملعب بشكل اكثر تاثيرا في اداء نادي الزمالك. على يمينه عمر جابر، لمسه من عمر، يا سيدي يا سيدي، حلو، خطير خطير خطير، عرضيه عرضيه يا ولد يا رامي، ولسه يا ولد يا عمر، يا سلام يا عمر يا جابر، كان بينشل لكن اتعمل كعب حلو قوي 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 الحقيقه. وخطيره يا رايح فين رايح فين رايح فين، مش ممكن انطلاقه في مكان الحقيقه غير طبيعي. يعني بيكملها ليه؟ ده لازم يشوطها على طول. طبعا طبعا طبعا. وبعدين الزقه براسه بعيده جدا 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 من الوضع راقدا، يحطها لحسين، ارضيه القفشه، عرضيه خطيره خطيره. والهدف، يا نهار ابيض، يا نهار، تسلل 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 تسلل. ده هو طبعا اكيد اكيد هيراجعوا الفار، اعتقد انها تسلل. هنشوفها مرة تانية، هنشوفها مرة تانية. واحد بيقول لا، وطبعا ابو ناصر زعلان زعلان، اهلاوي اهلاوي، مفيش فايدة. مع ان النهاردة بقى يعني ملعبك لازم تبقى محايد، لكن الاهلي بقى في دمه. نشوف دي مرة تانية، نشوفها مرة تانية، نشوفها مرة تانية. لا فيها كلام، لا فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام. هنشوف الفار. ما اقدرش اقطع بقى للساده المشاهدين، هم متعودين ان انا بقطع لهم، لكن الزاويه دي احمد فتوح كانت رجله سنه لورا. هل السنه دي خداع كاميرا ولا خداع شلبي؟ هنشوف. يعني هو مين بقى ده؟ لازم فار، مش عارف الفار قرر ايه الحقيقه. تشيكينج، بس الانذار ده ما شفناش عند مين الانذار ده؟ امام عاشور، عشان خلع الفانيلا. عشان خلع الفانيلا، مع انها عهده يا امام. انا شاكك فيها يا استاذ حسن. هنشوف، ما هو لسه بيعمل تشيك، لسه تشيكينج فار شغال، لانه رجل احمد فتوح، بس الزوايا الزوايا خادعه. بقولها هو عشان ما حدش يفهمني غلط، هو حطها حلوه قوي امام. طبعا قوي طبعا قوي قوي طبعا يعني قوي، لكن الزاويه خليها علينا المره دي معلش. هو اصل لو هدف يبقى هدف قاتل الحقيقه. هيبقى هدف قاتل طبعا في هذا التوقيت يعني. طبعا. هنشوف، شوف ازاي اخذت وقت، لان بقول لحضرتك هي صعبه جدا في وش رجل. انا لمحتها احمد فتوح، ربما تبقى سنه. الزملكاوي دلوقتي اللي بيسمعوني يقول لك ايه؟ يا عم ما تسكت انت، ما انا مالي، انا بشرح بس اللي تشرح اللي بيحصل، انا مالي ده ولا ده اللي يجيب يجيب. هنشوف. امام نفسه هو والاهلاويه كلهم طبعا، والزملكاويه طبعا العكس، نفسهم تبقى تسلل، ده اكيد. ترانكو بيقول لهم في فار بيراجع. كل الكلام ده لا يبدي، نفس اللعيبه تتعلم ان كل الكلام مع الحكم ده لا يبدي. وعلى فكره في الفار بقى لا يستدعوا الحكم فيما يتعلق بالتسلل، لان في خطوط. طبعا هو يستدعي في هاند بول، في فاول. ايوه تمام. في تسلل مفيش رجوع للشاشه. هو هيبلغه، هو هيبلغه تسلل ولا مش تسلل؟ بالظبط كده. يعني القرار دلوقتي في غرفه الفار، بس هم طولوا عشان هي خادعه جدا. خادعه بالنسبه لنا. هم دلوقتي زمانهم بيحطوا الخطوط. على فكره ارثر فينجر اللي ماسك الشغلانه دي في الاتحاد الدولي، من الموسم الجاي مفيش حاجه اسمها جسمك. بالظبط بالظبط. الاقدام بس. بيسموه تسلل ارسن فينجر. ايوه بالظبط كده بالظبط كده. ما زالت غرفه الفار تراجع، بتحط الخطوط كلها، والخطوط هتتحط قدام حضراتكم حالا دلوقتي وهتشوفوها. وما زلت اشك في هذه الكوره، احتمال رجل احمد فتوح مش رجله يكون مغطي، واحتمال لا. بالنسبه لي هي زوايا صعب ان انا اقطع بيها تماما لانها خد. ايوه ها ها ها، شكرا شكرا. ماشي يا ابو ناصر، ماشي يا ابو ناصر، كده اكتشفت قدام الدنيا كلها يا ابو ناصر. ماشي، خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك ايه؟
وش رجل احمد فتوح. عايز اقول لك حاجه بقى، تشهدني تمريره. طبعا طيب. برافو عليك بجد، برافو يعني. عليك. تمريره قفشه. طبعا تمريره قفشه، طبعا 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 تمريره قفشه. اذا امام عاشور في الدقيقه 85 يفك الاشتباك. هنتفرج على 5 دقائق من نار بالاضافه الى الوقت الاصلي الاضافي. امام عاشور امام عاشور عملها، امام عاشور عملها. اسم الله عليه، اسم الله عليه. شوفوا راسه ورجليه، شوف لعيب الوسط، شوف لعيب الوسط اللي بيعمل الاختراق. ايوه ويخدع كل اشكال الدفاع. بص بص بقى اهي. ايوه ايوه برافو عليك، برافو عليك. شايف وش رجله؟ انا قاعد جنب فار بقى. لا برافو عليك. ممكن تبقى وش رجل واحد منهم، يا دونجا بس يا احمد، بس المهم وش الرجل. برافو عليك. لانك على وسط الملعب طويله وعاليه، سيف الجزيري عايز يسند بصدره للناصر اللي جاي من ورا، لكن غير منضبطه. يرجع مره ثانيه يزقها المثلوتي، هجمه مرتده خطير خطير خطير. امام امام خطير، عرضيه خطير خطير خطير. وهوبا يا نهار ابيض يا ولد، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليله يا ليله. ايوه يا سيدي يا ليله، اهلاويه على ارض سعوديه، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه. حلوه 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 حلوه. قفشه يحوم كالفراشه ويلدغ كالقفشه. قفشه القفيش بكره في كل الصحافه يا قفشه. حلوه 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 حلوه. 2 لا شيء في دقيقتين، 2 لا شيء في دقيقتين. ضربتين في الراس توجع، هدفين في دقيقتين. مبروك يا اهلي، واوعى تنسى واوعى تزعل يا زمالك. هذه مباراه في كره القدم فيها كل الاحتمالات، لعب الزمالك واجاد، ولكن الاهلي هو الذي هدف. وفي النهاية كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. الكرة اتقطعت من وسط الملعب، راحت للمجيد إمام عاشور، انطلق وحطها له مروان، وإمام بمنتهى الذكاء شاف 2 على يمينه، حطها لقفشة ببطن رجله. إيه الجمال ده؟ ده منشدها، ده حاططها ببطن رجله في المكان والزمان. بيقول للعواد لا مؤاخذة يا عواد، تعالى الناحية دي يا إكسلانس.